السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صرح حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي منير محمدي حول الأجواء الرمضانية التي يقضيها بفريقه التركي، حيث قال: نعرف أن الأمور في الدول الأوروبية تكون صعبة في التدارب والمباريات، شخصيا عشت تلك الصعوبات خلال تجاربي بالبطولة الإسبانية، لكن عندما تكون في بلد يكون به الإسلام منتشرا فذلك يخفف كثيرا من هذه الصعوبات. أريد التأكد أن الجانب الديني كان من أسباب اختياري الممارسة في البطولة التركية، إذ كانت لدي عروض من إسبانيا وفرنسا لكني اخترت اللعب لتركيا. أمارس الشعائر الدينية في رمضان بشكل طبيعي، وقد زارني والداي وقضيا معي 10 أيام الأولى من رمضان، كما نتبادل أيضا موائد الإفطار بين اللاعبين في النادي كالمصري كهربا والكعبي ولاعب آخر جزائري، لذلك يمر هذا الشهر الكريم في تركيا في أحسن أحوال. نشكركم على تتبعكم، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر